أنا جيمس كانينغهام ومعكم برنامج شارع المأكولات، حيث ستتعرفون على ألذ المأكولات. أولا سنذهب إلى هيوستن تكساس لتذوق مأكولات عصرية من حافلة إيتسي بويز. نحن نقدم مأكولات طازجة ولذيذة جدا. أطيب تشيز ستيك خارج كاليفورنيا، إنها لذيذة جدا. بعد ذلك سنذهب إلى ناكسفيل تينيسي لتناول طعام غربي مذهل من شاحنة سيفوري اند سويت. رافيولي اليقطين حلو ومالح. تعالوا إلى ناكسفيل وجربوا هذا. ثم سنجوب الأرصفة في أورلاندو فلوريدا لتذوق مأكولات عالمية مبتكرة من شاحنة كافي روج. هنيئا. جميل، لحم عجل محضر بعناية. هذا البرجر سيغير حياتكم. وأخيرا سنتجه نحو دنفر كولورادو لتذوق الطعام الفلبيني من عربة أورنج كرانش. إنها رائعة. هذه أورنج كرانش، سجلنا نقطة. كل هذا والمزيد في برنامج شارع المأكولات. إن كان طعام الشارع غريباً عنك وتريد تذوق شيء غريب، عرفوا ثلاثة فتيان بإمكانهم إشباع رغبتك هذه، ومن ثم ستدمن على مأكولاتهم. في هيوستن تكساس يوجه فتيان إيتسي بويز تهديداً ثلاثياً إلى مأكولات الشارع بمهاراتهم على الشواية وتقديمهم ألذ أنواع الشطائر والبرجر. سأقول للجميع أن يأكلوا من هذا الطعام. أفضل الأصناف تتضمن برجر لحم العجل وجبن الفتة مع الخضروات الطازجة وخل الصويا ودابومب المستوحاة من الطعام الفيتنامي مع الدجاج المشوي مخلل الجزر وهريس الأفوكادو والليمون وتشيز كيك فيلادلفيا مع الشراب وصلصة جبنة شيدر. إن أردتم شيئا مميزا تعالوا وتذوقوا هذا. هؤلاء الإخوة يصنعون أشهى المأكولات، أريد أن أحصل على بعضها، أعطني القليل يا رجل. أنا راين. أنا مات. أنا أليكس. ونحن في تيام إيتسي بويز. نحن في شاحنة إيتسي بويز المذهلة. نحن نصنع أشهى المأكولات على الإطلاق. لا أعرف معنى هذا، ولكن المذاق رائع. ما الذي لن يعجبك في إيتسي بويز؟ إنهم مذهلون. إنها أفضل شاحنة للأطعمة. وكأنك تحتفل عندما تأكل. شاحنة طعام مذهلة. نحن عالميون، نقدم طعاماً عالمياً مذهلاً. قائمتنا تتكون من ما يلهمنا وما نشتهيه. نستخدم المكونات المحلية. نستمد إلهامنا من رحلاتنا. طعام من مناطق أخرى وعليه نكهتنا الخاصة. كطبق بان مي الفيتنامي. الطعام أغرب من المأكولات التي تراها عادة في الشاحنات. طلبت لامبرغيني. سنقوم بإعداد اللامبرغيني، أو بكلام آخر برجر العجل. إذا لنبدأ، نضع بعض الزيت هنا. نحضر قرص لحم العجل المتبل، سنشكله بيدنا هكذا. إنه لحم عجل غض. حسناً، بعد ذلك نقلبه. الجميع يحب الخبز المحمص، صحيح؟ الآن سأجلب بيضة وأضع الصفارة من فوق. حسناً، بيضة مطهوة قليلاً، جبن الفتة، بعض الخضروات، الخيار، خل الصويا. يا للهول، هذا هو اللامبرغيني، أسلوب اللف والجمع. يا إلهي، هذا برجر عجل، هناك جبنة الفتة، هناك البيض أيضا. انظروا إلى صفار البيض. وإضافة إلى ذلك هناك اللحم المتبل بعناية. بدأت قصة إيتسي بويز ونحن نعمل كباعة في سوق الفلاحين. كنا نريد أن نبدأ مشروعاً ما. لاحظنا مرور شاحنات الطعام، فقمنا بشراء هذه الحافلة الصغيرة وحولناها إلى هذه الشاحنة المذهلة. أنا أعرفهما منذ المدرسة الإعدادية، كانا يسرقان مني مصروفي. تدربت لأكون شيفاً تقليدياً ودرست في جامعة أمريكا للطبخ. لدي شهادة في التمويل وإدارة الأعمال، ماجستير في الفندقية وإدارة المطاعم، وماجستير في إدارة الأعمال هنا في هيوستن. سنعد دابام الذي استوحيناه من شطيرة بانمي الفيتنامية. نضع الدجاج في الشواية ليتحمر قليلا. إنه منقوع بصلصة الصويا، زيت السمسم، الهويسن وخل الأرز. نأخذ الباجيت المخبوز ونتأكد من أن يكون الخبز محمصا بشكل جيد. سنبدأ الآن بتشكيل الشطيرة، وأريد وضع الدجاج أولا، ثم الخيار الطازج، الكزبرة هنا، مخلل الجزر يعطيه لونا جميلا، هذا هو الهويسن المعد منزليا، وهناك هريس الأفوكادو المكون من الأفوكادو، عصير الليمون وزيت الزيتون، وهذا سيفرحكم. هذا لذيذ فعلا. مذاق هريس الأفوكادو رائع، يعطيه نكهة دسمة.
هذا حقا المفضل لدي في القائمة. بوجود الهويزن مع الكزبرة تشعر بتعدد النكهات. هذا مختلف، جديد، إنه جيد حقا، إنه طبق رائع فعلا. طبق نوسليب تلفلي، أفضل شيء فيه هو صلصة الجبن المعدة منزليا. نبدأ بإضافة لحم الأضلاع، ضعه في الأعلى ليسخن، وسيريكم مات كيف يصنع صلصة الجبن المعدة منزليا. سر التشيز ستيك هو صلصة الجبن، وهكذا نصنعها. أولا سنبدأ مع الجبن الأمريكي التقليدي والقليل من نوع آخر، هذا يطري صلصة الجبن. نقوم بالتحريك ونتأكد من ذوبانها معا، وهكذا نصنع أروع صلصة جبن على الإطلاق. نعود إليك أليكس. شكرا مات. الآن أين كنا؟ نمزج البصل مع اللحم، نقوم بحشو خبز الباجيت، نضيف صلصة جبن المعدة منزليا. أفضل تشيز ستيك خارج فيلادلفيا. الجبن لذيذ جدا، يعزز نكهة الشريحة مع البصل. تأكلين الشطيرة كلها، أيمكنني المشاركة؟ لحم الأضلاع مطبوخ بعناية وطري للغاية، حلاوة البصل المكرمل مذهلة. أفضل ما في إدارة شاحنة الطعام هو إدارة عملنا بأنفسنا والعمل مع أفضل أصدقائك. من الرائع أن يستمتع الزبائن بمطعمنا. إنه الأفضل، إنه طعام لذيذ، وعندما تستمتع بالطعام تشعر أنك تدعم شيئا جيدا. هناك نوعان من البشر، من يحبون طعام الحلو ومن يحبون طعام المالح، ولكن هناك نوع آخر يحب القليل من المذاقين، إنهم الفئة الثالثة. في ناكسفيل تينيسي يقوم أصحاب الشاحنة نيكيشا وبايرن سامبات بإعداد طعام جنوبي رائع، يصنعون كل شيء بأنفسهم. يقف الناس في طابور شاحنة سيفوري أند سويت لتذوق الطعام المذهل كوجبة هوت ناكس، طبق ديك رومي مقلي مع صلصة خبز الذرة ولحم الهاليبينو، رافيولي اليقطين مع القرفة والجوز المحلى، ولا تنسوا برجر تينيسي المشوي مع الشراب المعد منزليا وصلصة الشواء مع جبن بيمنتو. هناك أيضا مجموعتان، محبو الطعام ومحبو الشراب، أنا أحب الاثنين، ماذا يجعلني هذا؟ مذهل، طعم تينيسي موجود هنا. كل ما تقدمه شاحنة سايفوري أند سويت مصنوع هنا من شواء تينيسي مع الشراب وحتى رافيولي اليقطين المعد منزليا. لا تعرف ماذا ستجد من أسبوع إلى آخر. نتعامل مع الباعة في منطقتنا في شرق تينيسي، إنهم دائما يبتدعون شيئا جديدا مبتكرا ويكون دائما لذيذا. طلبت هوت ناكس، مذهل. طبقنا المميز هو هوت ناكس، حيث يجمع كل نكهات عيد الشكر في الجنوب، بدءا من الديك الرومي الجميل، ندهنه بخليط الحمض ونبات الجنجل، نضعه في المقلاة وسيكون لذيذا وغضا من الداخل بسبب الخليط. انظروا إلى الديك الرومي الجميل، نتركه قليلا، وفي هذه الأثناء سأقوم بصنع صلصة خبز الذرة. نبدأ مع مرق الدجاج المدخن، نضيف بيضتين مريمية، نمزجها معا، أفتت فطيرة خبز الذرة، بعض البصل المقلي والكرافس المقلي. هذه وصفة تقليدية في الجنوب. يبدو هذا لذيذاً. نقوم بتقطيعه، نقليه بالمقلاة، انظروا إلى القشرة الذهبية، ثم نضع ملعقة من صلصة مورني، هي مرق الدجاج. يبدو الديك الرومي مذهلاً، مربى البندورة حلو قليلاً، حار قليلاً، وها هو طبق هوت ناكس، إنه لذيذ. أجل، صلصة خبز الذرة ممتازة، تذكرني بطبخ جدتي، طعام جدتي. الوجبة الأساسية هي لحم الهالوبينو المحلى. قوام الديك الرومي المقلي غض جدا، ونكهة مربى الطماطم مذهلة. هذا طبق هوت ناكس. عشرة دولارات. عملت في المطاعم منذ سن 15. نحن نبتدع الوصفات معا. نحب عملنا ولكننا لم نحب المكان، لذا قررنا أن نتبع أحلامنا ونعمل في شاحنة الطعام. لدينا أيضا جالب حظ The Bat Boy، إنه يلتهم شاحنتنا لأنها لذيذة جدا. طلبت رافيولي اليقطين. رافيولي اليقطين مع المحار والفطر والجوز المحلى. سنأخذ عجينة الرافيولي، طحين، بيض، حليب. نضع اليقطين داخل عجينة الرافيولي. نضيف جوزة الطيب، القرفة،
بسكويت الزنجبيل، نربط الباستا معا. الآن الجزء الممتع، ها نحن، أليس هذا جميلا؟ 3 دقائق ستكفي. نحن جاهزون لخطوتنا التالية وهي صنع الصلصة. أخذ بعض الزبدة والثوم، نضيف الكريمة والمريمية المفرومة. عندما يطفو الرافيولي تعرف أنه أصبح ناضجا. في الصلصة فطر المحار المحلي يبدو جيدا. وأخيرا نضيف الجوز المحلى، وها هو طبق رافيولي اليقطين، مذاق الخريف الرائع. رائع، القليل من المريمية وهو حلو بعض الشيء، لكنه غالبا مالح. هناك زبدة على وجه الطبق، ومن الداخل أيضا هناك اليقطين. لذيذة فعلا. هذا برجر الشواء شراب، يبدو لذيذا جدا. جميل. الآن نصنع الكرسة من لحم البقر بالكامل من المشواة مباشرة، القليل من التتبيل من الخارج. لنبدأ بتكوين البرجر الآن. جبن بيمنتو المعد منزليا، والبرجر أجل، هذا جيد. نأتي مباشرة إلى الصلصة. في الخبز هنا الهاليبينو المحلى منزليا، نحبه حارا. هذا لذيذ، إنه لاذع بعض الشيء. صلصة الشواء الحلوة والهاليبينو المحلى تضيف مذاقا حلوا. كمية كبيرة وشهية. أحب نكهة الشواء، هذا حقا حلو ومالح. حسنا أندي، ماذا تريد؟ العمل رائع والناس تتجاوب معنا بشكل مدهش. لذيذ. نحن متحمسون حيال طعامنا وأحب العمل في الشاحنة. طعام لذيذ، سأخذ قدمة أخرى. أحب أن أعتبر نفسي شخصا عالميا وأريد ذوقا عالميا يتناسب مع هذا. أحب البطاطا المقلية مع الهامبرجر وشطيرتي بحجم معين. فطوري ليس عصريا، لطيف دون الخبز المحمص المستورد من تكساس. في أورلاندو فلوريدا يتعاون زوجان لجلب نكهات عالمية إلى طعام الشارع مع مقطورتهم المتحركة كافي روج. هذا الطعام مذهل جدا. هنا يمكنك أن تطلب فطيرة الراعي البريطانية مع حشوة لحم الأنجس الأسود المطهو ببطء وممزوج مع الشراب وبطاطا مهروسة مع الجبن، وبرجر على الطريقة المغربية مع جبنة الماعز والمايونيز المنكه بالنعناع. يا للهول، هذا رائع. الآن أحب هذا الطعام العالمي، فطيرة الراعي من فضلك. كافي روج الأفضل في البلدة. هذا طعام مذهل للغاية، إنه أكبر من رأسي. يقدم كافي روج طعاما احترافيا دائما. نتخصص في المطبخ الفرنسي والبريطاني، نطبخ أطعمة كبلح البحر. توقع شيئا كطبق السمك والبطاطا، فطيرة الراعي. بما أنني من أصول مغربية نضيف بعض التوابل إلى هذه الأطباق. لما تذوق فطيرة الراعي التي يصنعونها من قبل. طعام معد منزليا. هذا مظهر السعيد، أعجبني هذا. لم أتذوق فطيرة الراعي من قبل مطلقا. فطيرة الراعي البريطانية التقليدية، إنها وصفة قريبة مني. سنبدأ مع البصل، الكرافس والجزر، نقل هذه المكونات بقليل من الزبدة، بعض لحم الأنجس الأسود، وسنقوم الآن القليل من الطحين لامتصاص كل السوائل الإضافية، زعتر طازج وإكليل الجبل، معجون البندورة، كاتشاب وصلصة دومي غلاس عبارة عن قليل من مخزون لحم البقر والعجل، القرفة والفاصوليا. نحن جاهزون. النكهة غنية والصلصة سميكة، بطاطا مهروسة، جبنة تشيدر. سنضعها الآن في الفرن. انظروا إلى هذا، فطيرة الراعي التقليدية من كافي روج مباشرة. يا للهول، الفاصولياء هنا والبطاطا المهروسة، المرق، الجبنة، يا للهول. رائعة، إنها مذهلة. التناسق مذهل. أنا من بريطانيا وسام من المغرب. نحن ندير مشروعا عائليا، يقوم أولادنا بقلي السمك معنا. نستمتع بإدارتنا لشاحنة الطعام هذه. تلذذي بهذا الطعام. هذا برجر لحم العجل، يبدو لذيذا. سنعد برجر لحم العجل من نيوزيلندا. نبدأ مع ساق عجل منزوعة العظم قليلة الدسم. نضيف بعض التوابل المغربية. أريد أن أعود إلى جذوري، إنها تضيف نكهة لذيذة جدا. برجر لذيذ. انظروا إلى هذا الكرسي الجميل، يستغرق تقريبا 4 دقائق. نقوم بشوي خبز بريوش وقلب البرجر. هذا مربى البصل، إنه مخفف، يحتوي على خل التوت، شراب وسكر. نضيف مقدارا ضئيلا من جبنة الماعز هنا. سنجمع كل الأشياء معا. مايونيز بنكهة النعناع. نضيف بعض النعناع الإنجليزي. نضع قليلا من خضار الربيع هنا. وها هو برجر لحم العجل الخاص بنا. لحم عجل غض ومحضر بعناية.
توابل مغربية، نعنع في المايونيز. هناك بعض البصل المكرمل، تضيف جبنة الماعز مذاقا مميزا، هذا رائع. إنه مذهل حقا، نرى دائما الوجوه تعود مرة تلو الأخرى. سأعود من أجل المزيد. أفضل سمك في البلدة. تعال وجرب، نحن هنا في أورلاندو فلوريدا. لقد قيل لي دائما إنك إن أردت أن تنجح في عملك يجب أن تكون قاسيا تماما كشاحناتنا التالية. ما هذا؟ إنها شاحنة غير مسقوفة؟ لا سقف لها؟ أوه صحيح، في دنفر كولورادو لقد احتل الطعام الفلبيني الشارع مع شاحنة أورنج كرانش، والسكان يحبون كل الأطعمة الحارة. تمكنت أورنج كرانش من فعلها. تتضمن الأطباق المميزة بايسون إمبانادا مع البابايا وبيضة مقلية، وهاليبينو مقلي، ويسل بومب محشوب الجبنة والكريمة مع سجق لونغانيزا الإسباني، وأدوبو الدجاج التقليدي على الأرز وصلصة مخلل للبابايا. لقد أذهلني حقا. أتعرفون؟ من المعروف أن الدجاج يشكل أفضل الشركاء. لقد ولد الدجاج لينجح، أفهمتم هذا؟ دجاج بذور ينجح؟ يعتبرني الفلاحون مضحكا، والدجاج أيضا. شكرا. أهلا بكم في دنفر، هذه شاحنة أورنج كرانش. هذا ألذ طعام فلبيني قد تتذوقونه في حياتكم. الإمبانادا من أورنج كرانش مقرمشة وبرتقالية. قاموا برفع المستوى بإحضار البايسون المحلي إلى كولورادو. وعندما تصبح البيضة في الداخل إنها القدمة الثمينة. هذا لذيذ. أعجبني حقا. الآن سنتناول الإمبانادا. بايسون إمبانادا، أنا متحمس جدا. أهلا بكم، سنقوم بإعداد بايسون إمبانادا. نبدأ مع دقيق الأرز وصبغة الأناتو، ومنها تحصل الأورنج كرانش على لونها، تبدو كحبة فراولة. نستخلص البذور ونقوم بطحنها فنحصل على مسحوق جميل منها. بعد أن ننتهي من العجن نضع العجين جانبا. هذه بابايا خضراء، علينا أن نكون حذرين باستخدام أصابعنا. الآن نضيف الفول، إنه الفول قبل ظهور البراعم، يضيف قواما جميلا على الإمبانادا. سر أورنج كرانش هو التوابل. نأخذ قطعة من العجينة هنا، نضعها في المقلاة، نأخذ الزيت، نضعه فوق البلاستيك ونضغط إلى الأسفل حتى تتكون الفطيرة. نقوم بلفها، ثم نضيف البابايا والفول والقليل من الأفوكادو هنا. نضع بيضة طازجة، لا شيء يعبر عن كولورادو مثل البايسون الطازج، ونقوم بإغلاقه بأيدينا. وبهذه الطريقة تبقى الإمبانادا مغلقة داخل المقلاة، وهي فطيرة أورنج كرانش. لقد سجلنا نقطة. قوام الفطيرة مميز ويساعد على إظهار طعم لحم البايسون. مع البيضة المقلية ووضوح طعم البابايا الخضراء والفول، كل هذا يتناسب جدا. من الرائع أنه لون برتقالي. اللون البرتقالي هو المفضل لدي، هذا لذيذ جدا. أول مرة ذهبت فيها إلى الفلبين مع زوجي كان هذا أول حياتي. قررنا لما لا نحمل معنا هذه الثقافة الفلبينية ونشاركها هنا في دنفر كولورادو مع بعض النكهات الأمريكية. أتناول هنا ويسل بومب، هاليبينو محشو وملفوف بالعجينة، إنه لذيذ جدا. أنا على وشك إعداد ويسل بومب. هناك القرمشة، هناك المذاق الدسم الحار، إنها لذيذة. لدينا هنا الهاليبينو وقد قمنا بتقشيره، لذا سيسهل استخدامه. عدد البذور التي نتركها في الداخل سيحدد عنصر المفاجأة في وجبتك. سنقوم بإضافة الجبنة الدسمة في الداخل، نحشوها باللوغانيزا، لحم السجق التقليدي المتبل بالملح، الفلفل الخل والسكر. نضع الهاليبينو داخل لفافة البيض، تقوم البيضة بالالتصاق هنا، سنقوم بلفها. راقبوها، إنها باللون البني الذهبي وجاهزة لتتناولوها مع صلصة الواسابي. هذه وجبة الويسل بومب الرائعة. إنها لذيذة، مقدار مناسب من التوابل مالحة، وأعداد اللحم تم بطريقة مميزة. كريمة الواسابي، بدأت أشعر بالحرارة، هذا ما أريده، أعجبتني. حارة، الدسم في الجبنة، قوام رائع وقرمشة مذهلة. هذا جيد حقا. هذا هو أدوبو الدجاج، وها هي لذة أورنج كرانش. أدوبو الدجاج الطبق الفلبيني الأساسي، وطريقتي هي الأفضل في إعداده. سأبدأ مع الثوم وبعض توابل أورنج كرانش السرية، سنقوم بقليه بشكل بسيط. نستخدم أفخاذ الدجاج لأنها عندما تطبخ العظم ينفصل عن اللحم، حالما يصبح لون الدجاج بنيا نضيف صلصة الصويا، القليل من الملح والخل. ستذهلك نكهات صلصة الصويا والثوم والتوابل. ثم سنقوم بإضافة فلفل
أسود حب، وسنضيف القليل من الماء، وعندما يغلي نضيف ورق الغار. هذا سيغني مجموعة النكهات التي أضفناها. سنقدمها مع الأرز وسلطة مخلل البابايا الخضراء. ها هي نكهات الفلبين. إنها تنسجم حقاً وتذوب في فمي طعم الدجاج مذهل. الأدوبو لذيذ جداً، إنه طري وينفصل مباشرة عن العظم. هل هذا لذيذ؟ الأولاد يحبونه أيضاً. إنهم يمثلون الفلبين. لا يمكنني وصف سعادتي بإحضار الوصفات إلى هنا ومشاركتها ورؤية الناس سعداء بها. أصبح أمراً مذهلاً. أجل. أصبح كذلك.